بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم. والأهلي في المونديال، بين ذكريات الأمس وأحداث اليوم وتوقعات الغد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين. وليلة المباراة دي مش مباراة عادية، ده الحدث الكبير جدا. لأول مرة نادي مصري يواجه فريق أوروبي في بطولة رسمية، عشان كده وأي فريق صحيح، عشان كده كان لازم يكون معانا راس حربة صريح نلعب بيه زي ما لعبنا مباراة الدحيل. كابتن أسامة حسني، أهلا بك يا كابتن. أهلا بك يا أستاذ إبراهيم. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا يا كابتن. أتمنى إن شاء الله زي ما كنت معاكم في مباراة الدحيل ليلة المباراة إن شاء الله بكرة يعني يبقى فال حسن علينا إن شاء الله، ونقدر يعني نقدم كرة مميزة، ويبقى يوم سعيد علينا إن شاء الله بكرة كأهلاوية بأمر الله. إن شاء الله يوم سعيد يا باشمهندس. يا رب. لان الحقيقه حدث ما تضمنش يتكرر تاني امتى. انت ظروف يعني حطيتك في طريق بطل اوروبا، وهو المصنف او يعني رقم واحد على العالم دلوقتي. يعني فرم كل الفرق، ما احترمش تاريخ حد، واخد بالك؟ ومن هنا تاتي صعوبه هذه المباراه. وهم نتيجه النهارده بالمناسبه المفاجأة اللي حصلت، مش خرج يعني يعني ما تأهلش للنهائي. الجنيس المكسيكي صعد بطل الكونكاكاف. الأهلي بإذن الله تعالى يكسب البايرن، أو الفايز من الأهلي والبايرن هيلاعب الجنيس المكسيكي في النهائي مساء يوم الخميس في المباراة النهائية. الخاسر من مباراة بكرة يلاعب بالميراس يوم الخميس الساعة 5 على المركز الثالث. المركز الثالث. اذا انت الدحيل القطري الخامس. الدحيل النهارده فرم اولسن هونداي. وكويس انك يعني ذكرت الدحيل، لان انا اتفكر يعني قعدت النهارده اتفرج بامعان. الدحيل الشوط الاولاني 5 اهداف مضيعها، وان سايد جيم، فاعليه مطلقه. والفعاليه جايه منين؟ من الولدين البرازيليين. في حين الهداف الكيني اللي خوفونا منه قوي ده النهارده كان هوا. كان هوا، لان ده لو بيقطع صح ولا بياخد قرارات صح كان جاب جولين او ثلاثه. ده هياخدنا باشمهندس يا استاذ ابراهيم للي قللوا من مكسب الاهلي. ما انا عشان كده بتكلم. بتكلم بقى لا مش بس اللي قللوا. ده قال لك محمد هاني، ده محمد هاني بطل، ده اللي اتعمل في الباك رايت بتاع الكوري ده اللي هم ملوك الجري يعني. وعلى فكره الفريق الكوري احرج بطل المكسيك وكان متقدم عليه 1، وبعدين اتعدوا 1-1، وبعدين خسر بضربه جزاء الفار اللي حسبها. لا يبقى الاهلي عمل مباراه معتبره يعني لما ترجع لاداء الدحيل النهارده وتشوف ان الاهلي حرمه من كل الفرص دي، ده انت لازم تضرب تعظيم سلام لدفاعك الديفنسي بتاعك كيف تعامل في هذه المباراه. هو احنا لما نعمل اداء كويس وتكتيك كويس نقلل من شان الفرقه ونقول اصل المنافس؟ لا، المنافس يعني النهارده مع منافس اخر، لا، فرقه عندها مهارات عاليه جدا. وانا بقول لك لو كان الهداف الكيني ده كما سمعنا عنه في حالته النهارده، يعني هو الدحيل معانا هم فرصتين الناس بتتكلم عليها طول الماتش معانا. النهارده الشوط الاولاني بس مش اقل من 5 فرص، عدد الضربات الركنيه الضعف تقريبا على الفريق الكوري. الشوط الثاني برضو وده بقى برد انا بقى على ايه قال لك الشوط الاولاني والشوط الثاني. الدحيل نفسه مع انه جاب هدفين في الشوط الثاني، لكن نسبه الاستحواذ قلت عن الشوط الاولاني لانه كسبان. ما هو هيحصل اندفاع هجومي من المنافس وانت هتتحفظ. لكن الحقيقه البطوله فيها مستويات جيده، فيها مفاجآت جيده. المفاجآت دي بتسخن البطولة. بس خلي بالك المفاجأة اللي حصلت دي هتخلي البايرن يعمل حسابه مرة واثنين وثلاثة. صحيح. طب كابتن أسامة، طمنا بقى على الفرقة النهاردة، التمرين الأخيرة أنت حضرتها شفتها إزاي؟ أول حاجة إن شاء الله اللعيبة موجودة بكرة في مباراة بكرة. الحمد لله. طمن كل الجماهير الحمد لله، ما فيش بس غير عندنا
كابتن وليد سليمان هو اللي بيواصل تأهيله التأهيل بتاعته بره القايمة. وكمان وليد يعني ما شاء الله حتى هو بره بيقوم بدور القيادي داخل الفريق، كلامه دايما مع اللعيبة، الثقة اللي بيديها لهم. ان وليد يعني من لعيبة اصحاب الخبرات الكبيره في فريقنا. وجوده في البعثه كان مهم جدا. يعني من القرارات المهمه، رغم ان غيابه عن قائمه النادي الاهلي 23، لكن وجوده مع الشناوي طبعا وسعد سمير وعلي معلول اللعيبه المؤثره دور مهم جدا، ودوره القيادي. النهارده طبعا التمرين خفيف جدا النهارده، يعني الفتره ما بين مباراه الدحيل ومباراه البايرن فترة قصيرة، فأنت موسيماني ما يقدرش يشتغل فيها شغل بدني، لا أنت بتشغل الفرقة بتحفظ بس. خاصة إن امبارح التمرين كان تقيل. لا ما مش تقيل برضه، يعني كان متوسط امبارح، بحيث إنك تقدر تودي اللعيبة في مباراة بكرة، مباراة يكون فيها جري كتير، مباراة فيها تركيز عالي بكرة، فيها ضغط كبير، فأنت عايز تودي اللعيب في أفضل مستوى بدني ومستوى ذهني. النهارده يعني كان معظم التدريب بالكرات الثابته، ضربات الجزاء النهارده اتمرن عليها برضه. ضربات الجزاء طبعا، لانه ضربات الجزاء يا جماعه في المباراه احتمال وارد، لانه لو استمر التعادل هيبقى في وقت اضافي على شوطين، لو استمر التعادل يبقى في ضربات جزاء. انت تستعد لكل السيناريوهات اللي موجوده عندك في المباراه. المعنويات مرتفعه جدا الحمد لله، اللعيبه عندها دوافع كبيره تعمل مباراة، كل واحد تبقى مباراة موجودة في تاريخه والسي في بتاعه، يشرفه الكرة المصرية، والنتيجة في الآخر بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ففي معنويات مرتفعة، في تركيز كمان، يعني اللعيبة كمان لما تبدأ تبص على الوشوش في التدريب، في العشاء، في التجمعات، بخبرتك أنت قاريها، في تركيز كبير، يعني في تركيز كبير من اللعيبة أنهم يعني عايزين يعملوا حاجة للنادي الأهلي، وكل واحد عايز يعمل حاجة لنفسه. مباراة ما بتجيش في العمر غير مرة واحدة، زي ما احنا قلنا وكنا بنتكلم قبل الاستوديو، المباراه الرسميه، مباراه رسميه للنادي الاهلي، او يعني للنادي الوحيد في مصر انه يقابل فريق اوروبي وفي مباراه رسميه هو النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله التوفيق للعيبه بكره، يبقى التوفيق من حظ موسيماني اولا في وضع تشكيل يناسب طريقه اللعبه بكره ان شاء الله، وفي تغييراته، والتوفيق للعيبه ان شاء الله بكره باذن الله. يعني انا عايز اقول ان الناس قاموا اليوم كان نوع من الايه، رميت طوبه الماتش وكله بيتكلم، ابتدت نغمه التفاؤل تزيد شويه، وابتدى الناس تقول لا، الاهلي يستطيع ان يلعب مباراه محترمه. ومعظم الاراء الفنيه اللي حتى في الاستوديوهات اللي هنشوفها بعد كده والتعليقات للمتابعين بتدور في هذا الإطار. أيوة المباراة صعبة، احنا بنلعب مع المصنف رقم واحد على العالم، ولكن لكل مباراة ظروفها ودوافعها، ويعني عنصر التوفيق هيبقى مهم جدا يا عزيزي إبراهيم. طيب وعزيزك أسامة؟ لا ده ابني. طيب دلوقتي ميزان البطولة، لأنه كمان كابتن أسامة أشار لنقطة من بدري، النتائج تخليك ما تقدرش تقول هو مين. أولسن هيونداي في البداية خالص بيخسر من الفريق المكسيكي بالعافية، بينما الفريق المكسيكي يخرج بالميراس، والدحيل يفوز على الفريق المكسيكي بسهولة، الدحيل يفوز بسهولة على فريق هيونداي، والأهلي أقصى الدحيل، فالأهلي يروح يلعب بايرن ميونخ. الأمور تخلينا نقول فعلا مقولة الماتش يوم الماتش، كل مباراة بظروفها، وكل مباراة وليدة لحظتها، مفيش واضح، مفيش منطق ثابت. وتخليك كمان تقول ان كرة القدم بعد الانفتاح الكبير ووسائل، ان بقت زقارية صغيرة، كله عارف كل حاجة عن كله، اللي عايز يعرف اي حاجة بيخش دلوقتي يقدر يجيب المعلومة في ثانية. ولما تقرا او تتابع تصريحات نجوم البايرن او المدرب بتاعهم، تشعر انهم ابتدوا يتفرجوا على النادي الاهلي ويشوفوه. رومانيجا قال كده، قال ان احنا عن وسائل الاتصال خلتنا المدرب يجمع كل تفصيله عن الاهلي، وابتدوا بقى لا الموضوع يا جماعه، لا نحترم الفرقه دي لانها قادره على احداث مفاجاه، بشرط ان احنا لا نلعب بخوف ولا نلعب بان ايه هفان، يعني
يعني كلمه استمتعوا 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 اخشى ان احيانا تصل الى حد مش فارقه يعني. هي عشان مش فارقه دي لان هي دي شعره معاويه. كابتن اسامه النهارده موسيماني في المؤتمر الصحفي بتاعه بدا يعلي نبره القدره على التحدي. يعني هو فضل اليومين اللي فاتوا لغه مختلفه عن اليومين اللي فاتوا. ايوه النبره دخلت في حته ويكان لا هنعمل لا انا بقول للاعيبتي دي فرصه ان انتوا تعبروا عن نفسيكم. بدات الامور في الاول تاخد الاطار الهادي خالص والنهارده بترفع التون لحته لا هنقدر وهنلعب عشان نكسب ان شاء الله. ليه لا؟ ايوه وخلي بالك حتى الناس فهمت تصريحات موسيماني الاولى ان بايرن ميونخ اللي كسب برشلونه 8 وكسب 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 احنا يعني ده بايرن ميونخ. اكيد لو هو بيقول الكلام ده للاعلام والصحفيين وعايز يصدر المشهد ده استحاله يقوله لعيبته. اكيد هو كمدرب لطموح اوصل بالنادي الاهلي لتاريخ جديد تاريخ هيكتب مدى الحياه. النهارده يعني طب ما انت النهارده مازيمبي لعب فاينل في بطوله كاس العالم، الرجاء المغربي لعب، العين الاماراتي على ما اتذكر، فانت عندك انديه النهارده ليه لا؟ النهارده بطوله كاس العالم هي مش انت ما بتلعبش بطوله دوري، بطوله مشوار طويل محتاج شغل معين عشان اوصل ليها، لا انت بتلعب بطوله من ماتشين ثلاثه. ممكن التوفيق عنصر التوفيق مهم جدا، الاعداد لكل مباراه انك تقدر تشتغل فيها. والنهارده بنقول تجريس المكسيكي يعني انت لو رايح للتصريحات او التوقعات قبل المباراه هتلاقي 80% 90% يقول لك بالميراس يكسب تقريبا. الكره البرازيليه بالمهاره والميراس طبعا، انما حتى الملعب لا تجريس احسن. ما النهارده بتبقى مباراه ظروفها توفيقها سيناريو مباراه بيمشي معاك، انت راسم سيناريو فبيمشي معاك سيناريو تاني غير انت متخيله. البايرن برضو عامل البايرن ميونخ عامل حساب كبير للنادي الاهلي، عارف النادي الاهلي. وحتى كمان لما كنت عملت فتره المعايشه وهنتكلم عنها دلوقتي بقى يعني باستفاضه بعد شويه، وكنت بتواصل دايما مع مدرب حراس مرمى بايرن ميونخ اسمه تابا على ما اتذكر لسه موجود في الجهاز. لما رحت ذكرني بالمباراه بتاعت الاهلي مع بايرن ميونخ كانت هنا في الدوحه برضه. واكتر نقطه اتكلم فيها جماهيريه النادي الاهلي، والنهارده كنا بنلعب النادي الاهلي، قال لي انت وقتها كنت موجود في مباراه؟ قلت له لا انا يعني ما كنتش، كنت رحلت عن النادي الاهلي في السنه دي او السنه اللي قبلها. فقال اكتر حاجه لفتت نظره ان النادي الاهلي وبيلعب في الدوحه وعنده كم الجماهيريه الكبيره دي، فانا شبهت تصريحات رومونيجا قال لك ده نادي عنده في مصر فقط اكتر من 30 مليون مشجع. هو ابراهيم اللي الناس بتندهش من ايه؟ انك مش في مصر، انك في اي بلد بتروحها بيلاقوا لك جمهور. وده اللي قاله موسيماني، قال يا الله هو انا مش في مصر ومفيش جمهور جه معانا يعني، الجمهور ده موجود هنا. فهي دي النقطه اللي يعني بيمتاز بيها النادي الاهلي الحقيقه. خلي بالك ده الكلام والتصريحات بتاعت المدير الفني او رئيس بايرن ميونخ او المسؤولين او اللعيبه ده يخلينا فخورين احنا كاهلاويه لما يبقى الكلام من احسن انديه العالم بايرن ميونخ ومسؤوليه عن النادي الاهلي. شوف هما باصين للنادي الاهلي البصه دي ازاي والاحترافيه اللي عايش فيها النادي الاهلي والمتابعه بتاعت الفيفا والمتابعه. النهارده المؤتمر بتاع موسيماني هانز فيلك المدرب بتاع الباير اتقابلوا الاثنين بعديها وحضنوا بعض وتعاملوا باحترام شديد، بس شوف كلامه تاكيدا للي انت بتقوله في تقديره للنادي الاهلي. قال لك احنا عرفنا كل حاجه عن النادي الاهلي وسوف نلعب معه بكل احترام وتقدير لان يعني ادركنا قيمته. ده اللي بقوله يعني هم هيلعبوا بجديه متناهيه واحنا هنلعب باقصى الطاقه ونرجو ان اقصى الطاقه دي تكون كافيه لاحداث المفاجاه. ولما سئل عن حكايه الست ساعات في الطيران اللي تاخرهم قال لهم لا ما عنديش اعذار. لا يعني انت قدام مدرسه يعني لا تعترف يعني مش عايز اتاكد مبدئيا راح مكسر الشماعه دي قال لهم لا. وان كان روماني قال له تصريح قال لك ده في ناس ما بتحبناش في المطار اللي هو الظاهر ان هم انا فهمت المشكله ايه ان واخد تصريح مثلا للساعه 6 لازم يسافر قبل 6 فجم 6 وربع مثلا فما رضاش يطلعهم. فهو كان عايز يعني الله احنا رايحين نمثل الالماني
برضه ده شغل هي هم مش متعودين عليه هناك. هو المباراه اللي كانت في هيرتا برلين كانوا المتوقع ان يطلعوا من برلين على الدوحه هنا. فالنهارده لما الطياره اتاخرت رجعوا ميونخ تاني، ومن ميونخ على الدوحه. واضح ان المطار المحلي اللي في برلين ما كانوش هيسمحوا لهم فيه بالاقلاع، فاضطر يرجع ميونخ ويجي تاني. عموما تفاصيل كتيره وكواليس كتيره في ليله المباراه الكبيره والتاريخيه، نتواصل معاكم بعد الفاصل. تاني وكنا استاذ ابراهيم قبل الفاصل خطفت خطفه كده ان الكابتن اسامه كان في معايشه مع البايرن. عايزين يعني نركز الضوء، لان الحقيقه علاقتنا بالبايرن علاقه على مستوى الادارات العليا، هي علاقه شبه رسميه. يعني تذكر يا اسامه ان الكابتن حسن والكابتن الخطيب والمهندس خالد مرتجي راحوا وزاروا البايرن ميونخ وتعاملوا بما يشبه البروتوكول والاتفاق اللي بعد كده اصفر ان حضرتك رحت واتفرجت. عايز اقول لك يا باشمهندس كمان النهارده الحقيقه السوشيال ميديا بتاعت النادي الاهلي والمركز الاعلامي اللي بيدير السوشيال ميديا صديقنا العزيز جمال جبر مع فريق العمل عملوا فيديو مجمع بين لعيبه الاهلي ولعيبه البايرن، ده بيقول كلمه وده بيقول كلمه، موجوده على السوشيال ميديا بتاعه النادي الاهلي وعامله رد فعل جميل جدا. انا كنت ايه؟ انا بس عايز اوضح نقطه واهميه العلاقات اللي زي دي مع الانديه الكبيره، لان انا كنت من يومين بتكلم انا والكابتن اسامه عن هذه التجربه الخاصه بيه، وابهرني بالملاحظات اللي شافها هناك. طب ابهرك انت لوحدك، ما تخليه يبهرني انا. طيب ما انت ما بتسالش. طب ابهرني يا كابتن، تحولني على حاجه تاني. عايزه يبهر الساده المشاهدين لانه شاف ازاي الناس دي بتبني للمستقبل. وبعدين مش هيخاف، لدرجه ان في جزء من اللعيبه اللي جايه النهارده كانوا ناشئين وقت ما راح. وهو عشان كده عارف التشكيل. هي المعايشه كانت من تقريبا من سنه ونص، يعني او سنتين او سنه ونص. حبيت اتعلم اشوف يعني الجديد في كره القدم. وقتها كنت شغال في التدريب. فيعني حبيت المدرسه الالمانيه وخاصه بايرن ميونخ. الالمان دايما ما بيسيبوش حاجه للصدفه، كل حاجه بتبقى مدروسه وبالعلم. وخاصه كمان في مجال التدريب شفنا ما شاء الله الكره الالمانيه بيوصلوا نهايات كاس العالم، بياخدوا كاس عالم على مستوى الانديه. بايرن ميونخ من اكبر الانديه الموجوده في العالم. فروحت هناك عشان يعني اشوف الموضوع عن قرب هناك. كانت المعايشه مع الفريق الاول، وايضا برضو رحت قطاع الناشئين وانبهرت قطاع الناشئين، وحاولت اوصل الصوره الموجوده هناك في قطاع الناشئين. خاصه ان البايرن دلوقتي يعني الارقام اللي بتدفع في الكوره ما يقدروش هم يجاروا برشلونه او ريال مدريد في الارقام، فبداوا يتجهوا ان يعملوا قطاع ناشئين هناك يتصرف عليه بمستوى عالي جدا، ويبداوا يطلعوا لعيبه منه. الاول الفتره اللي انا شفتها عن قرب مع الفريق الاول، يعني اللعيبه اللي موجوده اللي هتكون موجوده امام النادي الاهلي بكره، كومان وجنابري واللعيبه دي كانت ناشئين في وسط لعيبه كبار، روبن وريبيري اللعيبه الكبار دي. فدي لعيبه اكتسبت خبرات، ودلوقتي ما شاء الله بدات تكون من احسن اللعيبه الموجوده في العالم وفي المانيا. الكره الالمانيه كره يعني انت بتاخد منها الجديه، بتاخد منها الاصرار، بتاخد منها اللياقه البدنيه العاليه، بيهتموا بكل الجوانب دي. يعني ما تلاقيش في شغل او في المهاره العاليه زي البرازيليين، على قد ان في دايما الجديه في المباراه. شفناها في مباراه كاس العالم المانيا امام البرازيل. انت النهارده الالمان بيكسبوا البرازيل في ملعبهم 7 بنتيجه كبيره جدا، وبيقصوا عليهم بنتيجه كبيره، وده شفناه مع الانديه برضو مع بايرن ميونخ. فالنهارده انت بتلعب مدرسه عندها المهاره العاليه، ومع المهاره العاليه كمان الجماعيه. احنا قلنا النقطه اللي كانت هتكسبنا في مباراه الدحيل ان الدحيل بيعتمد على الفرديه، مقابل النادي الاهلي بيعتمد على الجماعيه وعنده المهاره. انت هتقابل بقى مدرسه مختلفه، مدرسه بايرن ميونخ مدرسه فيها المهاره العاليه،
الفرديه وفيها كمان الشغل الجماعي. تلاقي فريق بيلعب كله كتله واحده، سواء في الدفاع بتلاقيه بيدافع ب10 وفي الهجوم بيهاجم ب10. ده بيعمل لك التحول السريع ده. التحول السريع ده جاي ان الالمان عندهم لياقه بدنيه عاليه. يعني انت النهارده بتشوف يا كابتن عدلي نادي بيلعب من 48 ساعه امام هيرتا برلين، لا هتلاقيه بنفس الكفاءه البدنيه امام النادي الاهلي بكره، مش هتلاقي فيه العجز عكس برضه يعني الانديه المصريه شويه او الكره العربيه. انا لاحظت ليندوفسكي ها اول ما طلع جسمه كان عامل ازاي، ودلوقتي كتله عضليه هائله. فواضح ان هم شغالين. وانت قلت لي انك شفت الجيم وشفت ازاي نظام الاكل وشفت بيعملوا ايه عشان يبنوا الجسم ويبنوا الشخصيه. لو شفت نوير كمان قول يعني الحارس الافضل حارس في العالم نوير دلوقتي خلاص يعني هو افضل حارس في العالم. بتشوف التواضع بتاعه في التمرين، بيتمرن كانه ناشئ صغير. حتى في تدريب الحراس هناك وانت بتتفرج ما تلاقيش فيه عامل بيجيب الكور، لا ده نوير نفسه افضل حارس في العالم، هو اللي بيجمع الكور للمدرب بتاعه عشان يحطها له عشان هو في التمرين. الحاجه الثانيه برضو اللي لفت نظري هناك دايما ودي مميز فيها نوير، دايما كل التقسيمات اللي بيعملها المدرب نوير ليه جزء فيها انه يدخل يلعب برجليه في وسط اللعيبه في التقسيمات الصغيره. علشان كده جات له المهاره العاليه ان هو يقدر دايما يشتغل برجليه من تحت. وفي ده وده بنشوفه دلوقتي في محمد الشناوي. يعني ما شاء الله عندنا مع مدرب حراس المرمى بيلعبوا برجله كتير مايكل، برضه بدا يشغل الشناوي، ودي من النقط اللي الشناوي ما شاء الله زاد فيها بشكل كبير جدا. وعمل الطفره في تحضير النادي الاهلي في شكل الهجمه من تحت. يعني حتى الدحيل وهو بيضغطك وبيضغط عليك في الماتش اللي فات بتلاقي محمد الشناوي بكل هدوء مع ايمن اشرف مع بدر بنون بحضر. دي عند نوير بس يعني ما شاء الله بشكل عالي كبير ان هو من صغره دايما بيشتغل عليها بشكل كبير. عندك طبعا اهم يميز الالمان او البايرن ميونخ الحته اللي قدام. ان شاء الله عندهم خط امامي، عندك مولر، عندك كومان، عندك جنابري، عندك ليفاندوفسكي. وليفاندوفسكي عايز اقف عنده شويه، يعني النهارده ما شاء الله مهاجم زي ما بقولك زي ما الكتاب بيقول صحيح احسن لاعب في العالم. طب يعني احسن لاعب في العالم وكان موجود بيقول يا جماعه انت بتواجه بكره اعلى جوده من اللعيبه. افضل حارس كسر الاحتكار بتاع ثنائيه كريستيانو ميسي اللي ما كانش الناس عارفه انها هتتكسر غير لو بطلوا. يعني ده احسن لاعب وده احسن حارس في العالم. لا وكمان في الدوري هداف الدوري، في الكاس هداف الكاس، بطوله دوري ابطال اوروبا هو الهدف، وكان موجود مع النادي الاهلي في مؤسسه سكر في دبي وهو بيتوج من افضل لاعب العالم، وكان النادي الاهلي موجود وكابتن محمود الخطيب موجود هناك. فانت النهارده واقف قدام لعيب او قدام خط امامي محتاجين بكره تركيز 1000000% من الخط الدفاع بتاعنا. الشناوي يعني كل اللي هيلعب بدون ذكر اسماء كل الخط اللي ورا، ايمن اشرف، بدر بنون، ياسر ابراهيم اللي يلعب، محمد هاني، محمود وحيد، علي وحيد مش متسجل، بيكهام. انا قصدي كل الناس اللي هتلعب في المنطقه دي انت محتاج تركيز عالي. ما ينفعش النهارده اخطاء، يعني ما ينفعش اخطاء قدام الفرقه دي. عملنا احنا كورتين امام الدحيل ورا واحنا في الشوط الثاني وانت عايز تطلع بالكوره مس باص اتردت عليك، لا مع الفرقه دي ما ينفعش بكره. النهارده لازم الخطا بتاعي يبقى قدام في المناطق اللي قدام. لو الكره اتقطعت مني عندي فرصه ان انا اتمركز صح، ان انا اقف الوقفه الصح، لكن الاخطاء مع الفرقه دي ممكن تكلفك هدف. فالنهارده محتاجين بكره تركيز 1000000% من الخط الخلفي. ده يوضح ان الناس وانت بتتفائل حس بتقل الفرقه اللي قدام. اديها حجمها اعرف وخبالك، وفي نفس الوقت ما تبقاش مخضوض او فاقد الثقه في نفسك. احنا بنتكلم الكلام ده يا جماعه عشان لا عايزين نقع في فخ توقعات الزايده ها ولا الاحباط اللي ملوش معنى. احنا هنؤدي مباراه هنلعب كوره تعبر عن ان احترامنا لقدراتنا عشان الناس تحترم قدراتنا هي كمان. وده المهم نشوفه بكره. يعني النادي الاهلي النهارده يعني انت بتلعب بطل العالم، الناس اكيد عندها يعني امل ونفسها تشوف النادي الاهلي بيلعب فاينل واحنا نفسنا كمان، لكن برضو المهم ان احنا في وسط كده ان احنا نادي كره حلوه. اللعيبه يعني وهي خارجه من الملعب
وان شاء الله يكون الفوز برضه حليفنا، يعني الناس كلها تحترم النادي الاهلي انه لعب كره حلوه زي ما شفنا في 2012 هو بيلعب امام بايرن ميونخ، زي ما احنا شفنا النادي الاهلي بيلعب امام ريال مدريد قبل كده، زي ما هو بيكسب بنفيكا، زي كل المباريات التاريخيه اللي في تاريخ النادي الاهلي دي اللي دايما احنا بنفتخر بيها. فبكره ان شاء الله مباراه للتاريخ يعني بغض النظر. لعبت ماتشات مع كل فرق، وروما ايس روما مرتين واياكس كمان سابهم مدريد، يعني لعبنا واياكس في شوف النادي الاهلي يعني لا يقدر يناطح الفرق دي، بس خلي بالك دايما الود غير الرسم. ايوه طبعا ده الفرق الاساسي. طيب النهارده بالمناسبه يا جماعه في مباراه الدحيل والهيونداي المعز علي لعب الدحيل علشان كان اتكلم بكلام وسيء فيه للنادي الاهلي، حرص النهارده اثناء المباراه او بعد المباراه يتوجه لناحيه جمهور من الجماهير الاهلاويه اللي موجوده في الملعب وابدى اعتذاره عن اللي حصل منه، قال ان هو لا كان يمكن يقصد الكيان الكبير ولا الجمهور، لما اتكلم على حته احترامنا الفريق ده وما احترمناش الفريق ده زياده عن اللازم، تعرض الحقيقه للوم كتير من حتى من نجوم الكره القطريه، ناس كتيره لمته على ده وقال ان هو ما احسنش التعبير وهو رجع اعتذر على ده يا كابتن اسامه. يعني انا شايفها من البدايه يعني ازمه من غير لازمه. النهارده يعني لازم هو يعي ما يقول. ايوه في البدايه النهارده لما بتتكلم عن النادي الاهلي لسانك لسانك بجماهيره، ما ينفعش ان انا الكلمه محسوبه لما اتكلم على النادي الاهلي، خاصه النادي الاهلي كمان يعني هو على اي نادي. ايه معنى انك تطلع تقول ولذلك لا تتحدث وانت تحت تاثير الغضب والانفعال. طبعا لان 90% هتقول كلام تندم عليه. لكن هو في النهايه هنرجع ونقول يعني صلح الخطا تاني. صلح الخطا اللي هو كان من وجهه نظره ان هو خطا غير مقصود بيقصد بيه الفنيات، وحتى واذا كان بيه الفنيات فهو غير برضه مقبول. لكن في النهايه يعني شاف جماهير النادي الاهلي وشاف حجم النادي الاهلي وشاف الناس هنا انها ما كانتش راضيه عن كلامه، فهنقول ان هو ما كبرش. نجوم الكره القطريين ونجوم التحليل ما حدش بيوافق على الغلط يا كابتن اسامه. طب وهنرجع نقول يعني عدوها بقى وخلاص يعني. انت قبلت الاعتذار يا استاذ ابراهيم؟ انا شايف انه انت قبلته. خلاص انا شايف انه اي حد يبدي روح كويسه ده كويس يعني. طيب كابتن اسامه انت عندك تخيل لتشكيل البايرن؟ يعني تشكيل البايرن بكره هنتكلم الاول على ماتش هيرتا برلين. اتفضل. لعب بطريقه 4-1-4-1 بيلعب هيرتا برلين، فرقه يعني في الترتيب في الاخر ثلاث فرق في جدول الدوري الالماني، فعايز يكسب، عايز حتى هو قال كنا بندور على الفوز عشان نيجي بمعنويات مرتفعه كاس العالم دي امام النادي الاهلي، وهو مقدر النادي الاهلي مش هيلعب بالاسلوب ده، هيلعب 4-2-3-1. فالتشكيل الاقرب لنكون موجود من بدايه المباراه طبعا عندنا نوير في حراسه المرمى هو الحارس الاساسي لبايرن ميونخ، عندنا بواتينج ودافيد الابا، دول هيكونوا الاثنين المساكين، بافارد وديفيز باك رايت وباك ليفت، وهيلعب اثنين في نص الملعب، كيميتش ده عنده من اللعيبه المميزه جدا، يعني كيميتش ده من اللعيبه الاقوياء جدا في نص الملعب، كميات جري كبيرة وكمان من الحلول الهجومية، وعنده مارك روكا ده اللي في وسط الملعب. الخط الأمامي ده اللي هيبقى شبه ثابت، عنده كومان وعنده مولر، لعيب عنده خبرة كبيرة بيعرف يسجل، من اللعيبة الأساسية تاريخي للمنتخب الألماني كمان مش لبايرن ميونخ، وعنده جنابري وعنده ليفاندوفسكي بيعتمد دايما على السرعات، يعني بايرن ميونخ من الفرق الثقيله اللي بتقدر يعني يحط السيناريو اللي هو عايزه، عنده سرعات، عنده ارتداد سريع، وعنده كمان بيعمل الضغط العالي بشكل كبير جدا، علشان كده النقطه اللي قلنا ما ينفعش النادي الاهلي يبقى عنده اخطاء في الخط الخلفي. طب انت بقى كده ايه بنبسطها كده، هو احنا ما ينفعش نستدرجهم لرتمنا؟ ايوه ده نقطة مهمة جدا. لا مش تبوظ، انت لو سرعت معاهم هيفرموك. ايوه صح، افرض ايقاعك انت، فافرض حاول تفرض ايقاعك. خلي بالك ده كابتن عادل طلع مدير فني كبير. من ايام المعمورة. هدف المعمورة صح. ف يعني لو انت كنت مستني على النتيجة. طبعا انا عارف النتيجة. طبعا في فرقه لازم هتكسب، مفيش تعادل في الماتش ده. ايه ده للدرجه دي؟
لازم في فرقه هتكسب. لا يوجد تعادل. فده اللي انا متاكد منه. ارجو ان انا ما اكونش اذعت سر بقى. عموما عشان نحط حضراتكم في الصوره، صحف القاهره بقى منشطات الجرايد النهارده كلها، وهنشوف تعليقات المهندس عادلي والكابتن اسامه حسني عن كل تعليق منهم ازاي الصحافه المصريه شايفه اول مباراه رسميه تاريخيه بين فريق مصري وفريق اوروبي، الاهلي وبايرن ميونخ، في صحافه اليوم في جريده الاخبار قبل مواجهه هوينوت في نصف نهائي كاس العالم غدا، الاهلي يفتح صفحه البايرن بابتسامه عريضه. موسيماني: لو فكرنا في البافاري جيدا لن ننام. مرتجي يحل ازمه الشناوي، وكهربا يحيي اعياد الميلاد. في هوينوت الموضوع ده فكرني بقصة طريفة جدا. أنا كنت زمان أحب أتفرج على الملاكمة والحديد، فكان في فرقة تشيكي جاية تلعب ملاكمة، كان عندنا بطل وزن تقيل بتاعنا اسمه طلعت الدهشان. بالنسبة لنا طلعت الدهشان ده كان في توة الملاكمة وكان ما بيخسرش، متعادلين والوزن بتاعه في الآخر اللي يكسبه هيشيل يعني اللقاء. الولد اللي نزل قدامه بلا مبالغه 2 متر كتله عضليه، الدهشان بيبص له كده. فانا ضحكت طبعا، قلت يا دي الخيبه، حتى الماتش اللي احنا مستنينه يحسب. انما شوف لما تبقى عارف مكمن قوتك فين ومكمن قوته فين وتحاول تتفاداه. الجونج ضرب، لقيت لك طلعت الدهشان ده لابت في بطن الراجل. الراجل مش طايله والله، وتك تك 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 لقيته وقع الجبل ده، عايزين نلبت في بطن البايرن بول. لا استنى، هو ينط حاجه تانية برضه. ليه لا؟ يعني ماتش الاهلي وريال مدريد، جمله جوزيه الشهيره النهارده لو هو بيقول للعيبه احنا لو قابلنا ريال مدريد 100 مره هيكسبوا كم مره؟ 99، واحنا نكسب مره هي دي، خلوا المره هي دي اللي هنكسبها. وحصل، وهي كانت دي الجمله، خلوها هي دي المره. ولو البايرن هيقابل الاهلي 100 مره وهيكسب 99 ان شاء الله تكون المره. والنبي يا بايرن خليها المره دي. خليها المره. انا ما قلتلكش النادر اللي عاملينه لاسامه حسني بلاش بره الهوا. طيب ماشي. الاهرام: الاهلي يواجه بايرن ميونخ بتحدي القوى الدفاعيه، دي الكابتن اسامه اشار اليها. بنون يتماثل للشفاء، ثلاثي ارتكاز، قمصان يصف المباراة بالتاريخية، جلسات لدعم اللاعبين بقيادة الشناوي والحاوي، وتعهد بتقديم مباراة تليق ببطل القرن. القوة الدفاعية اللي انت اتكلمت عنها غير مسموح بالهفوة. مستوى الأفراد بس خلي بالك ان الدفاع مش أفراد الديفنس، الدفاع كتلة الفريق. بالظبط زي ما انت قلت. يعني ازاي انت كمان ما تجيبليش واحد مرتاح وبيواجهني؟ يعني هو اخطاء الدفاع عاده بتحدث امتى؟ لما الناس تروح تواجهه بشكل مباشر. لكن لما تكون اخطاء الدفاع مطلوب الدفاع انه يجري يقطع كوره، لانه ما فيش حد بيجري بيواجهه بشكل مباشر، لازم يبقى في عده فلاتر بين خط الدفاع الاخراني ده، بيبدا من اول الهجوم. من اول الهجوم، ولذلك ناس كتير كانت بتقعد. انا بشوف ان التشكيل بيبقى مبني على فلسفه الاداء، مش مين اللعيب اللي اسرع ولا الاقوى ولا الاحسن، والسيناريو اللي الكوتش متوقعه. فانتوا عشان كده بكره ما تجتهدوش قوي فيه، ما تجهدوش نفسكم في معرفه التشكيل، لان هو هيلعب بالتشكيل اللي يخدم تكتيكه. صحيح. طيب، الجمهوريه قالت قبل مواجهه البايرن في نصف نهائي المونديال: حائط خرساني للاهلي امام الطوفان البافاري. حائط خرساني امام البافاري، استحاله. لو انت بتفكر انك انزل العب من الدقيقه واحد الدقيقه 90 مش هتقدر، استحاله. يعني هيخش فيك اهداف كتير. لكن انت النهارده بتنزل بلعب لعبي، وقت وكره مش معايا، وكره معايا وبهاجم، في ناس ليها ادوار ورا، في ناس ليها ادوار لازم يبقى خايف منك طبعا في المساحات اللي هيسيبها لك. لازم يبقى عندك، يفاجأ ان عندك النوعيه اللي ممكن توصل لجونه. طب في الحالات دي مش هيقدر يضغط عليك بشراسه زي ما بيقول، خاصه لما بتلاقي الفرق الكبيره بتلعب
وبايرن ميونخ استحاله برضو هتلاقي فيه مساحات عكس مباراه الدحيل. يعني الدحيل كان كلهم ورا الكوره فعاملين تكتلات دفاعيه بشكل كبير. البايرن هتلاقيه بيدافع بس مش طول 90 دقيقه، فهيظهر برضو مساحات للنادي الاهلي تقدر تستغلها، ممكن تشتغل فيها. لكن الاهم بكره للنادي الاهلي وانت بتهاجم في ناس عندها واجبات ورا، انك انت لما كره بتفقدها وهو بيتحول بسرعه بتلاقي عندك الكثافه الدفاعيه في الوقت ده. تمام. المسا قالت الخطيب للاعبي الاهلي: املنا فيكم الله يخليكم، جمهور مصر ينتظر الكثير من ابطال من بطل افريقيا امام البايرن، موسيماني يضع سيناريوهات ايقاف الماكينات واتجاه للبدء بكهربا وشريف وتغيير في التشكيل. خطيب عنده دعم كبير للعيبه ومعاهم لحظه بلحظه يا كابتن وسام. في مين اذا كان في واحد في مصر تهمه الماتش ده؟ هو كابتن خطيب. هو كابتن خطيب صحيح. الله، ده رئيس النادي وحاجات كتير. بقول لك كان يعني قاعد مشغول يعمل لائحه تتناسب مع الحدث، فما بيسيبش حاجه للصدفه، يعظم حوافز اللعيبه اكتر، مش سايب حاجه، بيفكر في النتيجه دي والنتيجه دي والنتيجه دي، في دوري انا فين عشان ما يجوش بعد ما يكسبوا هتعملوا لنا ايه. صحيح. يفاجئوا ان كل شيء معمول حسابه. صحيح. فانت اللي يفكر كده لا، عادي يتوقع ان فرقته مش هتخذله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب، جريدة المسا: شاهد محمد قبل المواجهة المرتقبة، مفيش مستحيل عند الأهلي. نصيحتي للاعب الأحمر: استمتعوا باللعب، نفذوا فلسفة مانويل جوزيه. هي ثابتة كده يعني؟ هو النقطة اللي كابتن عادلي قالها وأنا كنت بقول له ده أنت يعني أحسن مدير فني. النقطة دي ما تقدرش تجاريهم في لياقه بدنيه، حتى هو لعب من يومين، ما تقدرش تجاريه في سرعه وقوه، لكن ممكن تفوقه في حته الاستحواذ، انك انت تقدر تسيطر على الكوره، ده اللي يكسر له الريتم بتاعه. كهن الكوره. ايوه، انك انت تبقى كهين في الكوره. بص الكهن ده بقى الفن قديم. يعني انك انت تلعب بالحاجات اللي ايه زي طلعت الدشان كده، تتصرف في حدود امكانياتك بس ايه بالحاجات المؤثره. قالت كمان المسا: الارقام تسمح للاهلاوي بمناسبه البافاري، ثلاثيه للاحمر وثلاثيه لبطل اوروبا والفائز الى منصه التتويج، على انه الفرقتين السنه دي عاملين نسبه 100% من البطولات اللي شاركوا فيها حتى الان. شكل متشابه. صحيح. دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا. صحيح. الاخبار النسائي قالت: جلسات الشحن، الاهلي جاهز للبايرن بسلاح التاريخ الجديد، موسيماني يغير طريقته ومسحه جديده للفريق. يغير طريقته، هل من الوارد ان الكوتش يغير طريقته ولا ممكن يغير اسلوب اللعب؟ لازم يغير اسلوب اللعب. ما كل ماتش مش هيلعب زي ما لعب قدام الدحيل، يعني ازاي يعني؟ هو دوافعه في الدحيل مختلفه. صحيح. لكن ممكن يقتبس بعض الشيء بعد ما جاب الجول. ايوه. للاخبار المسائيه سامي وصام بيقول لك: نرغب في صناعه التاريخ. طبعا طبعا، مباراه تاريخيه لكل اللي بيشارك فيها بالتاكيد. في الاهرام المسائي: الاهلي خداع استراتيجي وتنويم مغناطيسي، موسيماني في حمايه في تاكيداته مع الخطيب، احتواء ازمه من نحن، وبيتسو يراهن على اللعبة التقليدية وصن داونز نموذجا، والمدير الفني للمسؤولين احترام المنافس طريق المفضل للفوز. التنويم المغناطيسي واضح إشارة لأسلوب بيتسو موسيماني نهدي اللقاء. لكن ايه أزمة من نحن دي؟ ولا حاجة. يعني ايه أزمة من نحن؟ ده الجملة اللي يعني الناس تخيلتها في المؤتمر لما موسيماني بيقول يعني بايرن ميونخ كسب برشلونه 8، يعني احنا فين او احنا مين بالنسبه له؟ هو ممكن بيقولها كده بيرفع الضغوطات عن اللعيبه، لكن استحاله بكون في مدير فني هو في ايه وسط لعيبته يقول لهم الكلام ده. لا، ده بالعكس بيشحنهم وفي دوافع. لا انا خدتها منه ان هو بينيمهم يعني. لا بس خلي بالك النهارده يا كابتن عدلي، مكسب تيجرز المكسيكي النهارده قلبت الاوضاع طبعا، وخلي كمان بايرن ميونخ لا يعني مركز بنسبه 2% في المباراه. صحيح. كمان في الاهرام النسائي: اسرار الساعات الاخيره في معسكر الاهلي، محمد شريف رايح جاي، الجهاز المعاون يضغط لاشراك، وحفله خاصه للمهاجم. هو ده كان عيد ميلاد محمد شريف، ما كانتش حفله خاصه، وما اعتقدش يعني الجهاز المعاون هيضغط عشان يشرك محمد شريف.
لا خالص. آه يعني كان هو والاستاذ طارق قنديل كمان يعني عيد ميلاد الاثنين. دي مجموعه الاخبار اللي هي بتبقى حليات يعني. طيب في المصري اليوم الاهلي يقدر الجماهير تحفز اللاعبين قبل مواجهه بايرن ميونخ ومكافئات خياليه في حاله الفوز. موسيمان يدرس اللاعب بثلاث محاور ارتكاز. المدير الفني مهما درسنا بطل اوروبا فالمواجهه صعبه. يا صعبه صعبه طبعا يا اسدي. احنا يعني ده مش كلام كانه بيفاجئنا بيه. ما قالش كده يبقى مش واقعي. يعني ما ممكن يلعب بثلاثه ارتكاز ولا هو دي رؤيته؟ في التدريب عمل ثلاثه وفي التدريب عمل اثنين. فما نقدرش نقول هيلعب بايه او نجزم بكره هيلعب باسلوب ايه او بتشكيل مين. اكيد هو مستقر عنده بنسبه 60% على بعض العناصر. بس ما يعني ما بانتش في التمرين او حتى التمرين الاخير النهارده او امبارح حسم امره بنسبه 3 في نص الملعب او 2. جرب الاثنين، جرب الاسلوبين والطريقتين وحفظ للعيبه. وممكن يكون في بعض الفترات هيلجا لديت ممكن. طب يعني مش بالضروره ممكن يبدا بيها لكنه يعني شوف قد يحتاج ليها في بعض الفترات. احنا تقريبا لمينا كل الادمغه سواء على السوشيال ميديا او بالنسبه للناس اللي يعني رشحت ولخصنا الاحتمالات. لكن مستحيل دلوقتي تقدر تعرف ايه اللي في دماغ موسيمان. ما هو المباراة اللي فاتت لعب بالاسلوبين، يعني لعب في بداية المباراة 3-2-4-2-3-1 وقلبها في الشوط الثاني لثلاثة. فإذا هو يعني الاسلوبين عنده ولعيبة النادي الأهلي حافظة الطريقتين سواء لعب كده أو لعب كده. ومش بالضرورة أنت بتتكلم على بداية المباراة، ما هو في أثناءها أكيد هيغير كتير حسب النتيجة وحسب سياق النتائج نفسها. طيب ده كان في المصري اليوم. في الوطن الاهلي يختتم تدريباته استعدادا للبايرن. شريف وكهربا جاهزان لنصف النهائي. موسيماني يطالب لاعبيه بالتركيز ويرفض اجراء تغيير في التشكيل. ومصام بيقول نواجه بطل اوروبا في لقاء للتاريخ وحضور الجماهير حافز كبير للاعبين. تقريبا الاهلي الفريق الوحيد اللي له حضور جماهير كبير. وهو دي برضو احد الحاجات اللي انت معتمد انها ايه جماهير تبقى بكره زي المسحراتي. ايوه مصحصح فرقتك على طول ومديالها. بس الجمهور مطالب ان مع يتعامل مع كل سيناريوهات المباراه. يعني ما تحبطش لو فوجئنا بهدف، وخصوصا لو جه الهدف ده بدري. انما خليك عالم وقدرتك لفرقتك عشان تقومها وتخليها. بس النهارده لفت نظري حاجه. حنان الزيني مسؤوله اللوائح مع الفيفا قالت حاجه انه كانوا اعلنوا لغايه قبل الظهر ان نسبه التذاكر اللي اتباعت حتى الان ما كانتش عدت 10% لمباراه الاهلي والبايرن. طب ايه السبب؟ واضح انه ما كانتش اتحجزت مسبقا، وفكره ان انت لازم تعمل المسحه قبل التذكره متوقفه على عنصر الوقت. فكان الامل ان شاء الله النهارده من بعد الظهر الاقبال يزيد. كان بحس ان 4400 ده اللي اتباع. 4400 طب ده 35 او 40%. لا الاستاد 60%. 60,000 يعني زي المباراه اللي فاتت. ايوه يحضر في حدود 13 60,000 فالمسموح به 15,000 مثلا. 15 16 15 فانت التلت اتباع. طيب لا بس الكلام ده كان على الظهر. يعني ممكن يكون حتى بكلم الاولاد اللي موجودين معانا مرافقين للبعثه من قبل الفيفا قالوا يعني ان شاء الله ممكن النهارده وبكره هتلاقوا عدد كبير جدا من التذاكر اتباع. يعني اتباع خاصه كمان ان بايرن ميونخ ليه هنا الرابطه بتاعته هتلاقي 1000 واحد. فانت النهارده برضو اللي هتكون اكتر جماهيريه النادي الاهلي في الملعب. هو التذاكر بنفس السعر ولا ضروري اغلى؟ لا اغلى طبعا في كل دور. ده احد الاسباب برضو طبعا في كل دور هتزيد اكيد اسعارها. طيب الوفد الاهلي يعيد شحن بطاريه تركيز اللاعبين. موسيماني بياكد المهمه صعبه ونسعى لايقاف اسلحه البايرن. ديانج اساسي وصراع بين شريف وبولي على قياده الهجوم. يعني تقريبا كل الجرايد اختارت كل العناصر. ده بيلعب في الجورنان ده والتاني بيبدا في الجورنان التاني وهكذا. وجهه نظر. احنا قلنا الكلام ده امبارح لما استعرضنا اراء الخبراء بتوعنا لانه بيتكلموا في 15 16 لاعب. هو ده بقول لك دي صعوبه ان الانسان يقول لك التشكيل ده صح وده غلط. دائما وجهه نظرك هتلاقي واحد تاني بيعدل عليه. اليوم السابع الاهلي يجهز خطه القبضه الحديديه للسيطره على نجوم بايرن ميونخ.
تحفيز اللاعبين بمكافآت خاصة ومسحة كورونا اليوم. الدستور الأهلي يستعد للبايرن وموسيماني للاعبين انسوا تمانية برشلونة. لكن في مقالات الرأي بقى سريعا يا باشمهندس في الجمهورية الأستاذ محمود معروف بيقول انسوا الدحيل وفكروا في المستحيل. مستحيل هو بالنسبة لناس كتير وهم التعامل مع الماتش في البداية أول امبارح غير النهاردة كان التعامل إن ده مستحيل وكله كان بيدخل في دعابات يعني مع شوية شوية تبتدي تتعود على فكرة إنك هتلاعب البايرن فتبتدي تشوف بقى إنه ممكن حتى لو الاحتمالات إحنا ما إحنا بنش هو البايرن مش طلع من فريق درجة ثالثة في الكاس من شهر يعني الكورة لو عايزة تديك هتديك بس احترمها واعمل اللي عليك محترمينها قوي بس تديني لا يعني انت ما, ما, ما فكرة ان انت تستمتع وتعمل اللي عليك واصل تحصيل حاصل لا خش وانت مقتنع ان هعمل اللي عليا باقصى درجة يعني انت لو اديت الماكسيمم بتاعك هتقرب بشكل كبير منه طيب كمان في الجمهورية طارق الأدور حائط الأهلي أم طوفان الباير وعارض طارق الأدور ملاحظاته الفنية حوالين قوة الهجوم البافاري زي ما أنت أشرت وحتمية التنظيم الدفاعي للأهلي وأعتقد ده الطبيعي في مباراة زي كده يعني أنا بس عايز الناس يوصل لها لا قدر الله لو خسرنا بكرة أمام الباير يعني أنت النهاردة حتى لو بتخسر دي في الاخر كوره انت بتخسر امام بطل العالم امام فريق يعني كبير جدا في كره القدم فانت النهارده ما بتخسرش من فريق صغير لا وبتلعب في بطوله عالميه لو حصل العكس وربنا كرم ووفق تبقى في حته تانية فالنهارده لازم يبقى المفهومين بيوصلوا للناس النهارده لما بتلعب قدام البايرن وبتلعب سواء في مكسبك او حتى لا قدر الله في خسارتك انت بتلعب برضه على ثالث ورابع العالم لكن المفهوم اللي واصل للعيبة لا انا عايز العب عايز اكسب عايز اعمل تاريخ عايز اعدي بالمباراه لازم نفهم ان كره القدم حافله بهذه الظروف النهارده ليفربول عمل ايه بيخسر النهارده امام 4-1 بيستقبل في اخر ربع ساعه 3 اهداف طيب مش معنى كده ان احنا بنقول يعني هذه امور مقبول لكن احتمالات كره قدم طيب في موقع توفا بقى الخليجي ناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي محمد العولقي اليمني الاهلاوي الجميل كاتب مقاله بديعه جدا بين الاهلي والبايرن يفتح الله ومستعرض الحقيقه بعرض اسلوب رائع لا شيء مستحيلا هذا هو الشعار الذي يردده لاعبو الاهلي قبل مواجهه عملاق اوروبا وبيقول في تقاربات كتيرة جدا شعران متقاربان يجسدان قناعة النادي الأهلي التي ترتكز على ضرورة مواصلة الانتصارات بيقارن شخصية الأهلي مع شخصية البايرن وإزاي هم في مقاربة كبيرة بينهم لكن بيعدد المحاور اللي النادي الأهلي عليه يلتزم بها سواء من الناحية البدنية أو من ناحية التركيز أو من ناحية تنفيذ تعليمات المدير الفني وبيعرض الفوارق الطبيعية اللي موجودة بين الفرقتين إلى أن ينتهي إلى أنه لو الاهلي انتهج هذا النهج وحافظ على هذه الثوابت في المباراه ممكن جدا يسعدنا لا جدي نفس الكلام وكلام واقعي تمام طيب ده يمكن ابرز ما في الصحافه النهارده بشكل عام لكن في فيديوهات كتيره هنعرضها مع حضراتكم هنطلع فاصل الاول بعد الفاصل في عرض كبير لعدد كتير من الفيديوهات لعدد من النقاد ومقدمي البرامج المختلفة والمحللين من المهم هنعرف رأي الكابتن أسامة والمهندس عادل فيها بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد قلت لكم قبل الفاصل عندنا جولة بقى مع الفيديوهات من المهم جدا نشوف آراء الخبراء والمحللين والمدربين في أداء الأهلي إيه اللي المفروض يتعمل والشكل المتوقع إزاي البداية مع الالماني بقى ما دمنا المان راينر هولمان هولمان المدير يعني مرنا والماني فمطلع على المدرستين عارف الاهلي كويس وطبعا الراجل الماني هنشوف راينر هولمان شايف المباراه ازاي في اون تايم سبورتس على الاهلي ان يسعى ليلعب بمنتهى القوه في هذا في هذه المباراه الأهلي سيلعب بتركيز على الدفاع
ولا بد أن يركز على الدفاع ضد ساني وليفاندوفسكي ومولر وكومن. بالفعل بايرن ميونخ بالتأكيد لديهم هجوم قوي، ولكن الأهلي يستطيع أن يوقف هذا الهجوم ويضغط عليهم. بعض يعني ناس كتيره هنا عندنا مستر هولم، ناس كتيره هنا شايفه ان النادي الاهلي الاعظم الاكبر في افريقيا قادر ان هو يعني بالعزيمه بالروح انه يقلل الفروقات بينه وبين بايرن ميونخ، وناس شايفه ان بايرن ميونخ فنيا في حته تانية تماما. انت شايف ازاي؟ الأهلي نادي كبير جدا والأفضل في أفريقيا، وأرى أنه يعادل نفس مستوى بايرن ميونخ في أوروبا. هناك فوارق بالتأكيد، ولكن بايرن ميونخ في الوقت الحالي لا يلعب بشكل طيب، لديه مشكلات كبيرة في الدفاع وفي خط الوسط. هجوم ميونخ قوي جدا، وعلى الأهلي أن يغلق كل المساحات لكي لا يعطي فرصة لساني أو ليفاندوفسكي لكي يلعبوا بكامل طاقاتهم في هذا الفريق، ولابد أن يلعبوا على الهجمات المرتدة ويركزوا في الهجمات المرتدة، خاصة أن بايرن ميونخ في الوقت الحالي لديه مشكلات كبيرة في الدفاع مع ديفيد ألابا ومستواه الذي ليس في مستواه. ورأينا المباراة أمام هيرتا برلين، هناك كانت صعوبات كبيرة، واجه الدفاع صعوبات كبيرة، وبالتأكيد من الممكن للأهلي أن يفعل شيء في هذه المباراة. مستر هولمان كلكم فاكرينه مرن الأهلي ويعلم شخصية الأهلي، هو يعني ما تسمعوا رأيه هو بيتكلم بناء على درايته بشخصية الأهلي. البايرن فريق كبير، فريق قوي، فريق، إنما الأهلي برضو اسمه يضاهي البايرن في مكانه، وإنه بس نصيحته دافع بقوة واعتمد على الهجمة المرتدة. طيب ده راينر هولمان، راينر تشوبل، والاثنين دربوا الاهلي والاثنين المان، بل ان تشوبل يمكن الوحيد في العالم اللي درب الفرقتين، درب البايرن ودرب الاهلي. نشوف راينر تشوبل برضه في اون تايم سبورتس. بالطبع بالنسبة لي هي مباراة مشوقة جدا، وأنا الشخص الوحيد في العالم الذي عمل مع هذين الناديين، وبالتالي هي مواجهة مشوقة. ربما ستكون مواجهة صعبة للأهلي، ولكنها أيضا صعبة على بايرن ميونخ لأنهم تأخروا في الوصول إلى الدوحة مساء أمس، وكانوا قد لعبوا مباراة مع هيرتا برلين وبدأوا وصلوا إلى الدوحة صباح اليوم. ربما هناك مشكلة ما في هذه التوقيتات. وإحنا بنتفرج على بايرن ميونخ ما بنلاقيش نقاط ضعف واضحة في الفريق، طبيعي يعني بالنسبة للفريق الأكبر في القارة الأوروبية، الفريق الأهم في ألمانيا. هل أنت شايف أنه بايرن ممكن يبقى عنده بعض نقاط الضعف اللي الأهلي ممكن يستغلها؟ يعني أنا حتى لو السؤال بالنسبة لك سؤال يبدو ساذج، ولكن أكيد أي فريق في العالم عنده نقاط ضعف. هذا ليس سؤال ساذج أبدا، ولكنه سؤال هام جدا، لأنك إذا نظرت إلى نتائج بايرن ميونخ على مدار الأسبوعين الماضيين أو الشهرين الماضيين تجد أنهم يستقبلون أهدافا كثيرة، وإذا فنقطة الضعف هي في الدفاع، لأنهم يعانون عندما يتم الضغط عليهم، ولكن هذه ليست المشكلة الوحيدة لدى بايرن، والمشكلة الأخرى هي أنهم لعبوا مباراة صعبة وعلى ملعب صعب جدا أمام هيرتا برلين، وبالتالي فقدوا الكثير من قوتهم، وبعد يومين ونصف ستواجه الأهلي، ولذلك الأمر سيكون صعب عليهم. نفس الكلام يا أستاذ إبراهيم، يعني تشوبل اتفق مع هولمان في نقطة واحدة الاثنين، ان ممكن النادي الاهلي يستغل دفاعات بايرن ميونخ، خاصه
ان في الشهرين اخر شهرين يعني دفاعات بايرن ميونخ تلقت اهداف كتير، فممكن نشتغل على النقطه دي ان دفاعات بايرن ميونخ مش بنفس القوه السابقه اللي احنا شفناهم قبل كده. والكلام ده جاي طبعا من منطلق ان تسوبل مر النادي الاهلي، قعد مع النادي الاهلي 3 سنين، ملم بالكره المصريه ومش بالنادي الاهلي بس، ده هو كمان مرن انديه اخرى في مصر، الاتحاد وكان الجونه، وعاش فتره كبيره في مصر، فعاش جوه النادي الاهلي وتابع اخبار النادي الاهلي عن قرب. فهو كلامه منطلق يعني من منطلق ان هو شاف النادي الاهلي وكان مدرب ولاعب قبل كده سابق في البايرن ميونخ. طيب دي رؤيه المانيه لهولمان وتسوبل، الرؤيه المصريه بقى هنشوف مجموعه من اللاعبين والمدربين المصريين والبعض منهم اهلاوي في حته ازاي الاهلي يقدر يواجه البايرن. البدايه مع الكابتن احمد كشري. بوجهه نظري انا الشخصيه ان موسيماني هيلعب بطريقه 4-3-3 4-3-3 يعني ثلاث ديفندرات تقصد؟ ثلاث ديفندرات اعتقد ان هو من خلال طبعا متابعتي ليه ويعني قراءتي ليه جيده في مباراه الزمالك لعب بثلاثه ديفندر، فبالتالي لما يلعب مع بايرن ميونخ اكيد هيعمل حساب وهيلعب بثلاثه ديفندر. وان كنت انا اتمنى ان اليو ديانج يكون موجود في وسط الثلاثه ويبقى في توازن في كل الخطوط، والنادي الاهلي وارد جدا جدا انه يحقق مفاجاه على اي فريق، خاصه قبل كده منتخب مصر مع البرازيل احرز في البرازيل وعملنا مباراه كبيره واحرزنا في البرازيل وكنا قريبين ان احنا نعمل نتيجه مفاجاه، فمش غريب على اللعيبه المصريين وخاصه لما يكون النادي الاهلي. هي مباراه كبيره وحدث كبير، كل اللي انا اتمناه من اللعيبه ان هم يكونوا هادين وان هم يعبروا عن نفسهم. وارد الهزيمه بنسبه كبيره، لكن احنا عايزين في الاخر نقول النادي الاهلي شرف الكره المصريه وعرف ان العالم ان في كره في مصر حديثه وممكن تحصل مفاجاه ومش بعيد عن النادي الاهلي انه يحققها. شوف كشري كابتن كشري اقدر واحد يفهم اللحظه اللي احنا عايشين فيها كمدرب، لانه عاش كتير مع الفارق. ايوه يعني ما لما كان يمرن اسوان ويجي يلعب الاهلي. ايوه الموضوع هيبقى عنده فرقه كويسه وفرقه وكان بيحفظها، لكن كان بيعمل بيها مفاجآت. فهو يعني اما يتحدث يبقى بيتحدث وهو حاسس بالموقف نقدر نصدقه شويه. طيب ده كشري واحساسه، مهندس عادل امبارح كان سعيد بالكشري لكن بلاش كوشه اتفضل. وكمان البيض اللي بالعجوه، البيض بالعجوه عمل المهمه، دخل الراجل الاردني طلع البيض بالعجوه بيتعمل ازاي من على الجوجل. قال له جبت لك من على جوجل، جاب العجه من على جوجل. طيب احمد حسام ميدو واحد برضو من المدربين اللي رايهم مهم جدا وله تجارب احترافيه، اعتقد محتاج تسمع رايه. ان في فرق في المستوى، يعني بايرن ميونخ مستوى تاني خالص، لكن في الكوره اي حاجه ممكن تحصل، لازم لعيبه الاهلي تحلم ان هي تقدر ان هي تتخطى بايرن ميونخ، لازم لعيبه الاهلي ما يفكروش ابدا ان دي الفرقه اللي كسبت برشلونه 8. كل مباراه وليها ظروفها وكل ماتش ليه مواقفه وليه رجاله وليه ظروفه، زي ما انا بقول لكم، فليه لا وليه الناس ما تحلمش. وفي الكوره ممكن اي حاجه زي ما قلت لكم ممكن تحصل، ممكن الراجل المدرب مع ضغط الماتشات في الدوري الالماني مع السفر ياخد قرار ان هو يريح 4-5 لعيبه، ممكن ويكونش يعني ما يكونش مقدر الاهلي بشكل كويس، رغم تصريحات رومانيجا برضو النهارده، والالمان احنا عارفينهم ان هو بيحترموا الجميع وان احنا لازم ما ينفعش نبقى متعجرفين، لازم ان احنا نحترم المنافس. ف لازم لعيبه الاهلي تحلم ان هي تقدر ان هي تتخطى بايرن ميونخ، وليه لا؟ ممكن يعني الناس اللي بتتفرج عليها ممكن يقول لك مجنون، انت مجنون، ليه لا؟ في الكوره احنا شفنا كل حاجه. تاني صحيح ان الالمان عقليتهم ما بيستهونوش بحد وبياخدوا كل حاجه على محمل الجد وبيشتغلوا جامد، يعني بيشتغلوا بشكل سيريس في كل المباريات وفي كل تدريبه بيشتغلوها. يعني اتفق طبعا مع احمد حسام ميدو في جزء واختلف معاه في جزء. احمد حسام ميدو طبعا خبرات كبيره ولعب على مستويات عاليه في اوروبا، اختلف معاه ان ممكن المدرب يريح بعض اللاعبين المهمين. لا، البايرن مقدر قيمه البطوله ومقدر قيمه الاهلي، فهيلعب بالقوه الضربه بتاعته من بدايه المباراه. اتفق معاه ان احنا نحلم او لعيبه النادي الاهلي تحلم،
واللي صراحه وخاصه ان الحلم مشروع يعني، بس بشرط يكون احلام يقظه طبعا، مش ننام عشان نحلم، مش عايزين ننام، احلام واقع. اللي حلم حلم واقعي وشارك مع الاهلي في ظرف كتير من المباريات الكبيره دي، حتى وان كانت مباريات وديه، حتى وان كانت مباريات فيها بطولات، صديقك واخوك عماد متعب. عماد عاش اللحظه فرايه مهم. مباريات ما بتكررش كتير يعني، ممكن تلعبها مره واحده في حياتك كلها. ده صحيح. اتبسط، اجواء جميله، بتلعب احسن لعيبه في العالم، بتلعب فرقه ابطال اوروبا، فرقه ما فيهاش غلطه، خلينا واقعيين، ما فيهمش غلطه من الحارس المرمى للمهاجم، ما فيش غلطه. الحاجه الوحيده انك تتبسط، وفي نفس الوقت احنا كنا بنقولها جمله لنفسنا كده واحنا بنلعب، لما بنلعب فرق كبيره هم 11 لعيب واحنا 11 لعيب، نعم، اخرج من الملعب كامل 11 لعيب زي ما انت، وبقى راجل داخل الملعب. فنيا بقى ممكن يكون هو مش في يومه، انت موفق، تقدر تخطف هدف، تقدر في حاجات داخل الملعب تقدر تعملها، نعم، في فروقات فنيه، في فروقات طبع. فرديه، ده كله موجود. زي ما قال موسيماني، الضغط عليهم مش على النادي، النادي ما عملش اي ضغط خالص. يعني البايرن النهارده لو 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 خسر من النادي الاهلي هنا بالنسبه له طبع. حاجه كبيره، لكن النادي لو خسر من بايرن مقبوله طبيعي. مقبوله مقبوله نعم. هي الفكره كلها انك ازاي تلعب، ازاي تبقى ليك شخصيه داخل الملعب. النادي الاهلي يحترم البايرن، لكن في نفس الوقت ما يتزنقش في ال 18 وما يعرفش يخرج. مزبوط. هي الفكره يبقى في توازن، اللعيبه ما تخافش، يمسكوا كوره ويلعبوا، لان البايرن بيلعب كوره، العب كوره زيك زيه. هي الفكره بقى، الغلطات الصغيره مش مسموحه، مش مقبوله صحيح مع الفرق الكبيره، مش وقتها بالزبط. ابدا على كابتن متعب بقى ده ملك الواقعيه، وانا متفق معاه في كل ما قاله. يعني بيقول لك فرقه ما فيهاش غلطه، يعني تقريبا ما فيهاش غلط، والناس اللي قالت خط دفاعهم ضعيف ده المساله نسبيه، يعني زي ما تكون بتشوف واحد بطل كمال اجسام وتقول لا رجليه مش زي ايديه، لكن الاثنين جامدين. فيعني انا متفق مع اللي قاله متعب تماما. طيب الشخصيه دي برضو مهمه، يعني حته نفسيه، حتى النهارده انت بتلاعب الشخصيه، قال لك المهم تبقى بشخصيتك. طيب ميدو في الاول ما قالش حاجه، بس لما رجع اتكلم عن وولتر بواليا كمهاجم قال كلام مهم جدا، محتاجين نسمعه. بواليا بيشترك في كل كره مشتركه، بيقاتل على كل كره، كره على فكره اللي بدايه الجول بتاعت حسين الشحات هو الكره، كل دي حاجات بالنسبه لي او بالنسبه لنا احنا الناس، انا بتفرج على بانجلز مختلفه شويه، بشوف اللعيب ده يجي منه ولا لا. انا حاسس ان بواليا ده رغم ان هو لسه ما احرزش اهداف مع الاهلي الا انه مهاجم يجي منه، مهاجم فيه ريحه اللعيب نمره 9. احنا كلنا طبعا اتفرجنا عليه في الجونه ان هو راس حربه كويس، لكن انا ضد ان الناس تحاول تقتل لعيب من قبل ما يلعب. الراجل لسه ما لعبش بقاله ماتشين ثلاثه، لازم ياخد فرصه عادله وتقييم عادل من الخبراء والمحللين والناس المقيمين للعيبه وللفرق. ما ينفعش لعيب من اول ماتش او الثاني يقول لا ده هيفشل مع الزمالك مثلا، هيفشل مع الاهلي، لا ده لعيب على قده، ما ينفعش يلعب في نادي كبير. كل ده يا جماعه للاسف ما بيحصلش اللي عندنا بس، بالذات لما يكون لعيب اجنبي اسهل حاجه ان انا اقتله، ان انا لا، الناس اللي بتيجي تلعب عندنا دي لازم نحترمها، ولازم ان احنا نديها فرصة عادلة عشان تنجح، ما يبقاش الحكم عليها من مباراة أو اتنين. ومش هضرب مثل بفلافيو بتاع، أمثلة كتيرة جدا شفناها في العالم كله. لما تيجي تقيم بواليا أنت بتقيمه الأول بيوصل للمرمى ولا ما بيوصلش، دي النقطة المهمة جدا. تقلق أنت وأنت كمشجع أو لاعب قبل كده وأنت بتقيمه لو هو ما بيوصلش، لكن لا النهاردة بيوصل، يبقى إذا بيتحرك كويس، بيقدر يخلق الفرص لنفسه أو المساحات لنفسه إنه يقدر يروح بها للمرمى، فده شيء جيد جدا. لكن حظه النهاردة سيء شوية، يعني أحرز هدف في بيراميدز كان صحيح، كان ممكن يتحسب، أحرز هدف يعني بسنتي صباع رجله، لو بلمس لو بلمس جزمة مثلا 40 مش 42 كان زمانه هدف صحيح. لكن لا، بواليا إضافة كبيرة للنادي الأهلي صحيح. شفنا تأثيره في المباراة السابقة أمام الدحيل في الهدف اللي احرزه حسين الشحات في الكره، وهو بيقطعها من المدافع بيعمل الضغط السريع بيلعبها لحسين الشحات، التسديده كان مشارك فيها بواليا قبل حسين الشحات. لا، خامه جيده، خامه مبشره، هي بس محتاج
هدف واحد يفتح انا اظن الناس يعني استقبلته استقبال طيب في المباراه الماضيه يعني. طيب بقى اللعيبه المصريين اللي لعبوا في الدوري الالماني وعارفين طابع الكره الالمانيه وعارفين قيمه البايرن ميونخ، عندنا ثلاثي مهم جدا، البدايه مع النجم الدولي محمد زيدان اللي حقيقه في اون تايم سبورتس قال كلام مهم. بايرن هو المرشح الاول وبعد كده بنشوف البطولات الفرق اللي بعدها، يعني الاهلي قادر ان هو يكسب بايرن، بس بايرن كمان في التوقيت الحالي وبالقوه بتاعتهم في الوقت الحالي وبقوه ليفاندوسكي اللي هو تقريبا جايب 23 او 24 هدف من 18 مباراه في الدوري الالماني الموسم ده بس، المرشح الاول بـ 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 يعني بـ 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 يعني بشكل كبير جدا انه يحصل على الكره الذهبيه، جنبيه بيلعب ميلر وعندك اسمه ايه ساني اللي جاي من مانشستر يونايتد وعندك جنابي ناحيه الشمال، يعني هم عندهم خط هجومي مرعب. الاهلي برضو لما بيلعب كره حلوه وبيظهر بالشكل اللي احنا بنشوف فريق الاهلي بيظهر بيه بيعرف ان هو يكون موجود ويكوب مع الفرق الكبيره اللي هي زي بايرن والكلام ده، وبعدين دي كمان بيبقى ليها دافع كويس، دافع عالي شويه، انت بتلعب بطوله عالم الانديه، مباراه كبيره، بايرن ميونخ اللعيبه بتبقى عايزه تثبت وجودها، العالم كله بيتفرج على البطوله دي والعالم بالذات كله بيتفرج على ماتشات اللي هي زي بايرن وليفربول والماتشات الكبيره، فبنتمنى طبعا توقيفيه للنادي الاهلي. زيدان من اللعيبه المهم تسمع لها في الماتش اللي زي ده، ليه؟ راجل عاش التجربه، لما بيقول لك الاهلي شخصيته بتختلف في المباريات الكبيره لان زيدان نفسه كلاعب مصري في الدوري الالماني لعب في وسطيهم وشخصيته كانت مختلفه وكانت على قدر الانديه اللي لعب لها، وكان واحد من الهدافين اللي المانيا كلها كانت شايفاه بشكل جيد جدا. طيب ده زيدان المهاجم الدولي الرائع جدا، الاهلي طلع للدوري الالماني صخر الدفاع حقيقيه، سمير كمونه اللي لما احترف في كايزر سلاوترن لعب ضد الباير وعارف شخصيته وعارف شخصيه الاهلي، فراي سمير كمونه مهم. ايه رايك؟ لا هو التشكيل متوازن قوي، ان هو ممكن بيعمل زي اقول لك يعني ايه عايز يعمل زياده عدديه متماني في نص الملعب عشان ما حدش يخترقه ويوصل للمدافعين لعيبه النادي الاهلي. هو شال طاهر محمد طاهر وحط اليو ديانج. ما هو عايز يلعب شبه ثلاثه في نص الملعب او واحد قدام الاثنين زي شبه راس مثلث كده. ايوه. ليبرو في نص الملعب مثلا. الثغرات اللي موجوده ويبدا نص الملعب يا مهيب يبقى ثلاثه ثلاث ثلاثه في نص الملعب حتى الاثنين اللي قدام الشحات و مين تاني؟ شحات. بص حبيبي الشناوي هاني بنون اشرف معلول سلية ديانج فتحي الشحات قفشه بواليا، يعني قفشه وشحات هيرجعوا ارتداد سريع في نص الملعب في حاله الكره لما يكون عند الاهلي كله هيبقى في الكوره كده تمام، زود في نص الملعب زي ديانج عنده سرعه وعنده قوه وانقضاض كويس على الكوره بيمسك كويس بيقدر يستخلص الكوره، هو بيلعب على دي لان ديانج ما بداش الماتش الاولاني كان بيلعب جيم مفتوح، انما دلوقتي قدر ان هو يحط ديانج، هو عايز اقول لك اللي هيفك الشفره بتاعت اللعب في نص الملعب بالنسبه لباير، لان النادي الاهلي عنده مشكله دلوقتي ان هو ما بيضغطش ضغط 100% هو عايز يطبق، يعني النادي الاهلي ما بيضغطش على اللعيبه 100% دلوقتي، بيعتمد على الهجمات من الاطراف ومن العمق يعني الشغل الفني اللي لو اتكلمنا هنقعد فتره، انما هيلعب 4-3-2-1 رايك ايه؟ طريقه مناسبه؟ 4-3-2-1 اه طبعا مناسبه مناسبه يعني تتناسب مع المنافس ومع المباراه. يعني الكابتن سمير كمونه بيتكلم طبعا بحكم ان هو مدرب بيتكلم عن مواجهه بكره امام البايرن عن طريق الامور الفنيه، مواجهه الاهلي بثلاثه في وسط الملعب، موسيماني حفظ اللعيبه خلاص سواء بيلعب باثنين في نص الملعب او ثلاثه، فحفظ اللعيبه وحفظ كمان الادوار، لعب مباراه الدحيل بنفس الشكل اثنين وثلاثه، فاوريدي لعيبه النادي الاهلي السيناريو ده حافظاه، السيناريو ده حافظاه. طيب ده الكابتن سمير كمونه. الكابتن محمد عبد العظيم عظيمه واحد من اولاد النادي الاهلي لاعب ومدرب واعتقد موجود حاليا في المانيا، فكان اتصاله
بقناة الام بي سي ينقل ايه الانطباع اللي هناك عن النادي الاهلي وعن هذه المواجهة وانطباعه هو الشخصي فيها ايه؟ الصحافة الالمانية قالت ايه على المباراة؟ زي ما قلت لك الصحافة الالمانية قالت نفس الكلام اللي قلته لك، ان هم عملت سبوت ان هو ماتش مهم جدا بالنسبة لهم علشان بايرن ميونخ يحقق السداسية وهيلاعب فرقة مش سهلة، هي فريق النادي الاهلي يعني نادي القرن في افريقيا، حصلوا كتير جدا انجازات، جابوا حتى المدربين بعض المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي الالمان منهم ديتريش فايزا منهم جابوا راينات سوبل اسماء يعني. فدايما يعني شايفين النادي الاهلي نادي كبير، والكره المصريه بصفه عامه اكيد عارفين ان هي كره كبيره، خصوصا بعد طبعا بعد تألق محمد صلاح في انجلترا والنني ومعظم الناس اللي بتلعب بره يعني، فالناس دي اكيد برضه ساهمت يعني برضه مساهمه كبيره لرفعه الكره المصريه. لو روشيتا كده الموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي لمباراته امام بايرن ميونخ او نصائح كابتن محمد عظيمه. هو مش نصائح ولا حاجه طبعا، احنا بنتكلم كاعلاميين، انما هو اكيد يعني لو انا مكانه مش هسمع يعني مش هسمع لحد، لان كل يعني مصر فيها ما شاء الله علينا فيها 100 مليون مدرب، والدول العربيه فيها اكثر من 400 مليون مدرب، فانا لو سمعت لكل الناس دي كمدرب مش، انما احنا نتكلم بينا وبين بعض. انا كلام عظيمه من الكلام اللي انا سمعته مهم، ليه؟ هبتدي من اخر جمله قالها، انا لما الموسيماني ما اسمعش كلام حد خالص، لان الكلام على الخطط كتير والكلام، ودايما اللي على البره عوام واللي يقول لك اعمل كذا واعمل كذا ما هو مش مسؤول، فلا جدوى من النصائح الفنيه. ولكن انا هتوقف عند اهم حاجه وده اللي احب اسمعه باستمرار لما اجيب حد من المانيا، ازاي الناس شايفه النادي الاهلي في المانيا؟ هو شايف ان الناس بتتكلم على شخصيه الاهلي، بتتكلم على حجمه، بتتكلم على ان مدربين كتير المان مرنوا النادي الاهلي، فالناس عارفه اوريدي كثير من المعلومات عن النادي الاهلي. طيب كابتن سيف زاهر، سيف زاهر في اون تايم سبورتس له راي في المباراه وفي الاهلي وفرص الاهلي، هل الاهلي يقدر ولا ما يقدرش؟ نشوف سيف زاهر. النادي الاهلي نادي كبير، النادي الاهلي نادي البطولات والانجازات، النادي الاهلي بغض النظر انت اهلاوي او زملكاوي او اسماعيلاوي او محلاوي، الاهلي مشرف مصر، الاهلي مشرف مصر، الاهلي هو بيقابل بايرن ميونخ مشرف العرب، الاهلي مؤسسه كبيره، الاهلي في منطقه تانيه، مش انا اللي بقول، التاريخ اللي بيقول، الاهلي اكبر كل واحد مصري ان هو يفتخر ويرفع راسك فوق كده وانت بتتفرج على الاهلي وهو بيلعب الدحيل، الاهلي وهو بيلعب بايرن ميونخ، الاهلي مخلي راسنا في العالي. نفس القصه قررت مع منتخب كره اليد مع الدنمارك، مين يكسب؟ اكيد منتخب الدنمارك بطل العالم، ولكن بالجديه بالروح بالعزيمه، الرجاله بتاعتنا محجره في الارض، لعيبه على مستوى عالي، خلاص قدروا ان هم يقللوا الفجوات وكان يومهم، وعملوا مباراة أمام الدنمارك العالم كله اتكلم عنها. هو ده الأهلي بتاريخه اللي قدامنا. هو ده النادي الأهلي بتاريخه اللي قدامنا. ده الزمن اللي لازم نرجع له. الزمن اللي لازم نفتخر بيه ببعض. واحد يقول لي يا عم أنا زملكاوي، أنت عايزني النهارده أشجع الأهلي؟ أنا مش عايزك تشجع الأهلي، ولا عايز الأهلاوي يشجع الزمالك. أنا عايز تبصوا على الحاجة الحلوة، أنا عايز تبصوا على الحاجة اللي بنفتخر بيها. مصر كلها يوم الاثنين لازم تفتخر بالنادي الاهلي، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعمل مباراه كبيره، والنادي الاهلي دلوقتي وصل لنقطه كبيره جدا ونقطه مهمه، يستاهل عليها كل التحيه، كمل فوق دماغنا من فوق، ما كملش هيروح يلعب الثالث والرابع وفوق دماغنا برضه من فوق. يعني اهم نقطه قالها الكابتن سيف وعايز اقف عندها كتير دي، ايا كانت النتيجه في الاهلي شرف الكره المصريه والكره العربيه. النهارده تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه للمره السادسه في تاريخه، فده انجاز كبير جدا. النادي الاهلي حقق المركز الثالث قبل كده، النهارده هنا في الدوحه بيكسب الدحيل على ملعبه وسط جمهوره، بيلعب مباراه قبل النهايه امام بايرن ميونخ، ف
فالنهارده عايزين كل المطلوب من اللعيبه اداء مشرف، لعيبه تقدم شخصيه النادي الاهلي، بتقدم رساله عن الكره المصريه والكره العربيه والكره الافريقيه، والنتيجه يعني بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. فده المهم، وفي الاخر ايا كانت النتيجه فيعني النادي الاهلي شرف الكره العربيه. والحقيقه المباراه بتستحوذ على اهتمامات كل مقدمي البرامج، كل مذيع التوك شو مهتمين جدا بالمباراه. الاستاذه لميس الحديدي الاهلاويه ايضا ليها راي في المباراه المرتقبه. وتحيه للفريق. احنا لما بنتكلم وبنقول انه والله ده عاجبنا وده مش عاجبنا، ده من حبنا في الكوره وحبنا في النادي الاهلي يعني، ورغبتنا ان احنا نكسب مش واحد اتنين وتلاته. قدام بايرن ميونخ ما نتمنى، طبعا نتمنى الفوز، ولكن ده يمكن يكون في الحسابات صعب، لكن نتمنى اداء مشرف. عايزين نعمل ماتش حلو، احنا بنحب نلعب حلو، نكون بنلعب بشكل حلو، والولاد بتعمل باصات حلوة، ويبقى في شكل كده في الملعب حلو. هو ده اللي نتمناه من النادي دي الأهلي. طيب يعني كلام جماهير، الأستاذة لميس من جماهير الأهلي، فهو يعني لا جديد، شرفونا يعني، يعني ما معناه يعني اعملوا اللي عليكم بس. ده المهم. طيب الزميل مهيب عبد الهادي بقى، مهيب شايف الاهلي يقدر ولا ما يقدرش وبأماره ايه؟ نشوف. احنا بنقول ان الاهلي يقدر واحده واحده، لان عندنا لعيب زي ما قلت لكم عمل معجزات في كره القدم، مش معجزه واحده، عمل ادي واحد الدوري الانجليزي، ناس كتير لعبوا في الدوري الانجليزي، احرز اهداف في الدوري الانجليزي عادي، ادي تاني حاجه، مش بالساهل تلعب اساسي، تالت حاجه هداف فرقتك، رابع حاجة هداف الدوري، أحسن لاعب في إنجلترا، من أحسن لعيبة في العالم، من أحسن ثلاث لعيبة في العالم، يعني وقفت على المنصة من أحسن ثلاث لعيبة في العالم. ده حلم، ده اللي أنا بقوله، ده يعني حاجات ممكن تقعد تحلم بيها، أي حد يقعد يحلم بيها، الراجل عملها. فما تقوليش وتعاتبني أو تزعل مني إن أنا بقول الأهلي يكسب. الأهلي ممكن يخسر عادي، خسر من بطل أوروبا ولا حد يقول لهم أنتوا بتعملوا إيه؟ هنركز في الثالث والرابع وإن شاء الله ناخدها، لكن ليه أنا عندي ماتش 11 لعيب ممكن أكسب. يعني مهيب راح لنقطة مهمة جدا في مباراة كبيرة أمام البايرن، في حتة الإعداد النفسي، الإعداد النفسي المباراة زي دي مهم جدا. النهارده حته الحلم والطموح المشروع اللي احنا بنتكلم عنه اللي قالها موسيماني، واي نوت، ممكن تكون في مفاجاه للنادي الاهلي، ممكن لعيبه تكتب تاريخ جديد لانفسها وللنادي الاهلي، فده حلم مشروع زي ما هو مشروع للبايرن، واحنا بنقول قوته وبنستعرض عضلاته، ممكن لعيبه النادي الاهلي تقدر تعملها، والتاريخ برضه بيذكر مباريات كتيره ومواقف كتيره النادي الاهلي كسب فيها. طيب دي بعض الاراء. كمان الزميل ابراهيم فايق، ابراهيم فايق كان وعد انه لو حصل اللي ان شاء الله يحصل هيوزع كام الف تيشيرت على جمهور الاهلي في الشارع. ابراهيم فايق هيوفي بوعده ولا لا؟ نشوف. الاهلي قصه وحدوته. امبارح يا سيدي انا قلت لو الاهلي ربنا كرمه وكسب البايرن اوزع التيشيرتات للناس ببلاش. وانفجار رسايل بقى في كل وسائل التواصل الاجتماعيه وفي الشارع. يا جماعه واضح ان انتوا فهمتوا ان انا بتكلم مثلا في 30,000 تيشيرت ولا حاجه. جمهور الاهلي كتير. جمهور الاهلي كتير جدا جدا. بقول لحضراتكم لقيت رسايل من كل حته في مصر والله وبره مصر. بس كويس، انا مبسوط من الحاله ديت، هي حاله ايجابيه، حاله شعور ايجابي، بس خلونا لا نفرط في الشعور الايجابي، خلينا نعرف حجم المنافس اللي احنا بنتكلم عليه. احنا بنتكلم على بايرن ميونخ يعني يا جماعه برضو، ها، فماتش مش سهل خالص. انا مؤمن انه مفيش حاجه في الكوره مستحيله، بس الناس من كتر العشم حسسوني ان انا قلت الاهلي كسب خسر هنوزع تيشيرتات ببلاش. لا، متفقين على مبدا الاهلي يكسب
عينينا الاثنين ان شاء الله باذن الله للناس كلها. طيب الاستاذ ابراهيم فايق خدم المنظور ان الراجل صاحب برنامج وبيتكلم جماهير بقى، فبيوعدهم بيقول لهم لو اللي حصل للبال وده ممكن مش مستحيل يعني، وهم اعدادهم مش عارف ازاي هيراضي الالاف من الجماهير بهذا العدد من التيشيرتات، لكن على الاقل هيدي عدد محترم من التيشيرتات هدايا للجماهير المتواصله معاه. من الاخر يا استاذ ابراهيم يا كابتن اسامه، لما انا بلم الليله دي كلها من حصيله ما قيل مع تنوع الخبراء اللي اتكلموا بتخرج بحاجات محدده. الماتش صعب يحتمل اي نتيجه رغم صعوبته، تميل كافه البايرن وده منطقي جدا، ولكن ايضا الاهلي لديه فرص، ان الاهلي مش مطالب ان بالضروره يا يكسب يبقى عنده مشكله، لا العب مباراه تاريخيه فيها شخصيتك، الناس تحترم كرتك، والنتيجه حتى لو لم تتحقق لصالح الاهلي هنبقى فخورين بالاهلي. ده تقريبا مضمون الكلام اللي اتقال، فانت موافق على التلخيص ولا عندك اضافه عليه بقى؟ المباراه يعني من كل الخبراء اتقتلت بحثا تشكيل وطريقه، تاريخ الاهلي، تاريخ بايرن ميونخ، لكن وانت كلاعب النهارده داخل مباراه لازم تتاكد مليون في المية انك ما عليكش ضغط عكس المباراه الاولى. النهارده ده شيء بيفرق جدا وانت داخل الملعب بتلعب، هل انا عليا ضغط كبير في المباراه ولا لا؟ لا، لعيبه النادي الاهلي عليها الضغط هي بايرن ميونخ، هي اللي لو احنا بنقول التوقعات قبل المباراه زي مباراه بالميراس كل التوقعات بتروح لبالميراس، تجريس بيكسب النهارده التوقعات كلها بايرن ميونخ يكسب، فعشان كده لعيبه النادي الاهلي ما عليهاش ضغط، لازم اللعيبه تنزل متحرره من الضغوطات اللي عليها، لازم تلعب باستمتاع، لازم تلعب مباراه للتاريخ، لازم تلعب مباراه تركيز مليون في المية من اول دقيقه لاخر دقيقه، مباراه لا تقبل الاخطاء وتوفيق ربنا طبعا قبل اي كل شيء. بص يا جماعه، يعني حبينا نحطكم في الصوره وحبينا نعرف راي الكابتن اسامه حسني اللي نادي ليله المباراه جبناه في قبل مباراه الدحيل، وكان حطينا كلنا في الصوره الفنيه المهمه جدا، عملنا هذه الجوله وخلصنا بخلاصه المهندس عادل القيعي انه علينا نعمل كل اللي علينا والباقي باذن الله تعالى وكله بالتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. الناس مركزه، اللعيبه في حاله جيده جدا، الكل مدرك اهميه المباراه، مش محتاجه كلام ابدا، الجهاز الفني بيتس موسيماني اللابتوب بتاعه ما بيفارقهوش لحظه، اجتماعاته مع معاونيه كتيره جدا ومتكرره، وان شاء الله يوصل للفكره المناسبه اللي تسعد كل الجماهير الاهلاويه. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى سفيرا للكره الافريقيه في العالميه، بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله. تصبحوا على خير.